إذن تعليق مشاهدينا الكرام بشأن الواقع الصحي السيء في العراق والمناشدات المتكررة من النقابات الطبية للحكومة بانتشال الجانب الصحي مما يعانيه من فوضى وضعف في المعدات وكذلك الفرق الطبية. معنا هاتفيا من بغداد الطبيب الاختصاصي دكتور إبراهيم سليمان. مرحبا بكم دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا. دكتور إبراهيم، نقابة الأطباء العراقيين حملت وزارة الصحة مسؤولية انهيار البيئة المناسبة داخل مستشفيات العراق الحكومية ولا سيما في ردهات الطوارئ. ما الذي يعنيه مصطلح انهيار البيئة الصحية داخل المستشفيات؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. سيدي العزيز، ليس جديدا. أنا طبيب خدمي 43 سنة طبيب. اتهمت علي ردهات الطوارئ سيئه. تتصور انت ويل شير كرسي لنقل المريض الى الردة ما موجود. ردهات الطوارئ تدار من قبل اطباء مقيمين دوريين. مع العلم هذا الطبيب المقيم الدوري بالامر الوزاري طبيب تحت التدريب، حتى ممنوع يوصف وصفه. يفترض بالردهات موجود مقيم اخدم وموجود سينيور اخصائي. هذا ما موجود سيد العزيز. لو اكو اداره شريفه ونظيفه من المدراء المستشفيات الى المدراء العامين الى هذا الفاسد صالح الاستاوي، اكبر فاسد مثل عديله وغير عديله، اجوا على وزاره الصحه. يعني انت تتصور قبل رياض ابراهيم حسين الله يرحمه وفلان وفلان كانوا وزراء، بالاسبوع يجي للمستشفى يزور المستشفيات. هسه قاعدين بالهرم مالتهم. نعم. هسه انت من تجي تقولوا لي ادويه وزاره نقابه الصيادله بقى صح النوم، صح النوم. احنا من زمان، هاي ترى صالح الجسمه صالح الحسناوي قبل تقريبا 8 اشهر ممنوع ادويه، الادويه شركات الرصينه غادرت العراق ما تعطي كوميشن. من اللي يدير الادويه هسه؟ مثل ما قلتوا الجسمة الادويه الايرانيه والشركات اللي ما لها صوت. يعني هسه يفرون على صيدليات تفتيش على راسي، اي دواء شويه ما شركه معتبره يصادر ممنوع وتغلق الصيدليه. هذا الشيء دا يصير. لذلك دكتور ابراهيم عفوا، لذلك حتى نقابه الصيادله العراقيين بناء على ما تفضلت يعني كشفت عن دخول ادويه منتهيات الصلاحيه للعراق، وبعد عبورها المنافذ الحدوديه يغير او تغير تواريخ الصلاحيات الادويه. هذه سابقه خطيره وغير قانونيه، ولكن كما ذكرتم بعد فوات الاوان اعترفت نقابه الصيادله. الان بصفتكم الان طبيبا متخصصا، ما الذي يفترض اتخاذه من اجراءات التعامل مع هذه الخروقات الخطيره على الصحه في العراق؟ سيدي العزيز، صحة العراق ترى المواطن العراقي، شوف هاي ردهات الطوارئ، المورتاليتي ريت يعني حالات الفشل والدنيا بالطوارئ تبدي من الطوارئ. يعني المرضى دا يموتون بالطوارئ. يعني اكو اخطاء طبيه قاتله، اخطاء طبيه قاتله. لعدم وجود طبيب متخصص فقط. بالضبط مقيمة. بالضبط نعم. وهاي شركة الليبات ترى الليبات يعني يوخرون الجسمة. يعني أنا دا تجيني أدوية دول دا يفرون، حتى كتبت ممنوع استقبال المندوبين. يعني هذا مندوب طبيب يفتر دكتور أتزك خارج العراق، دكتور أنطيك هل قد هذا اكتب لنا هذا الدواء، أقرأ الدواء. قلت له بابا تعال اقعد، أنت تعلمني على الحرام، اقعد بابا عن رجال عمره 73 سنة، أنت تيجي تعلمني على الحرام؟ شنو تريد أكتب لك الدواء؟ أقرأ الدواء. الانتاج يعني هو كل الادويه فيها 3 سنوات، هذا طلع فيه 6 سنوات. وحتى دكتور الليب القطعه مالته الانتهاء، احنا قبل منظمه الصحه العالميه كل دواء مكتوب على الحبايه، حتى على الحبايه الجسمه ختم. مو مكتوب هذا، هاي الاختلاف كلها غلط، كلها غلط الموجوده. يعني يعني بسبب هذه المشكله دكتور ابراهيم، اليس من المفترض ان توجد مختبرات فعالة في العراق لفحص جودة الأدوية وصلاحيتها الآن؟ صح صح، عندنا مختبرات. إذا ما تنطي شوف، جيب هسه الشركات مال الأدوية قاعدة تجيب الدواء، تعطي كوميشن، ثاني يوم تطلع النتيجة فت أمورها زينة. ما تنطي تبقى سنة سنتين وتطلع النتيجة.
يعني من المؤسف أن يصل الفساد حتى إلى الجانب الصحي. يعني أيضا في هذا المجال دكتور، يكشف أعضاء في نقابة أطباء بغداد عن رصد العديد من حالات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز في عدد من محافظات البلاد. هذه ربما ظاهرة يعني مستجدة داخل المجتمع العراقي، لم نسمع بها أن انتشر هذا المرض الخطير كما ينتشر حاليا. من أسباب الرئيسة لانتشار مرض الإيدز، وهل من علاج حاليا لهذا المرض؟ أول أسباب الرئيسية سابقا كان اللي يسافر خارج العراق، أول ما يدخل العراق ينطوه مراجعة مركز صحي خلال أسبوع. صحيح. هسه اللغت هذه، هم they wanted تدمير المجتمع العراقي. اخي اكو شيء ترى يجيب منه الراس، انا ما اقدر احكي، ما احكي كل شيء، ليس كل ما تعرفه يقال. نعم. هذا المعجوب، هذه الفتمة مراكز التجميل. نعم. هو شنو الايدز؟ شنو الايدز؟ نقص المناعة، يعني نفس الابره نفس الدنيا. يحقن هذا ويحقن هذا. نعم. لا توجد رقابة حتى على مراكز التجميل. احنا سيد العزيز، احنا كانت عندنا اصابات يعني قبل الاحتلال، قبل هذه يعني بحدود 110 111 اصابة. منين دولة من دولة جماعة الجثمة اللوكيميا، وما لوكيميا مع نقل الدم. لان هو هذا ينتقل عن طريق نقل الدم. صح. تمام لهم تمام. هسه الان انا بالناصريه ذاك اليوم رقم طبيب يعني قال لي دكتور ابراهيم، قلت له شكو؟ قال اكثر من 300 حاله. نعم. يعني الأسباب كثيرة كما ذكرتم، حتى عدم رقابة في يعني عيادات التجميل. إذا دكتور ماكو فلو أب، ماكو متابعة. نعم. دكتور إبراهيم، يعني ما عنده ضمير على بلدها، ما عنده ضمير. شكرا جزيلا لك. إذا دكتور إبراهيم سليمان، طبيب الاختصاصي العراقي، حدثنا هاتفيا من بغداد.